أخضع لا ما يدري إن تغلي لعبي وفني. الملحن الدكتور إبراهيم الدخيل سيروي لنا قصة أهوى النهاية من كلمات الأمير خالد بن سعود الكبير وغناء الفنانة أصيل هميم. نسمع ايش قال في قصة هذه الأغنية ونرجع نعلم. أهوى النهاية من كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير. هذه هي القصيدة الجميلة اللي في الحقيقة سررت إن كلفت بتلحينها، وحبيت أن أذكر أن هذه القصيدة سبق وأن لحنها المرحوم الملحن عبد الله البركان، وتقنت بها الفنانة الواعدة الصادقة فنانة السعودية وعد. في الحقيقة أنا سررت بأن ألحن هذه القصيدة، وتم تلحينها بثلاثة ألحان. في النهاية تم اختيار اللحن الأخير اللي تغنت فيه أصيل همي، واللي في الحقيقة حصد أكثر من 5,300,000 مشاهدة على اليوتيوب وترند في الدول العربية. لا شك أن هذا العمل له أثر كبير على نفسي وأيضا على صاحب سمو الأمير خالد بن سعود الكبير، أنه نحن يعني دائما وأبدا عندما نعمل أي عمل نتشاور في من يتغنى هذا أو هذه القصيدة. تم الاختيار على الفنانة الجميلة لأصيل حميم، أمسيها بالخير، واللي في الحقيقة أسعدتنا بهذا التعاون. فنانة شابة واعدة، صوت مميز، أداء مميز. ذهلت أيضا بحضوري معها في الاستديو في أثناء تركيب صوتها، وكانت يعني جدا مذهلة في تعاونها وفي أدائها الجميل، لا سيما أنه أهل العراق أهل العلم والثقافة والأدب نكن لهم كل محبة وكل معزة. لكن أدت هذه الأغنية وأدت بروح خليجية، ولا سيما أنه العراق هي جزء لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية وحبنا لهم. لكن في النهاية سعدنا بهذا النجاح اللي توالى في كل الدول العربية. هذه قصة أهوى النهاية اللي سعدت بتعاوني مع سمو الأمير وأيضا مع أصيل هم. شكرا للدكتور إبراهيم الدخيل، التحية للأمير خالد بن سعود والتحية للفنانة القديرة أصيل هميم. والتعليق عندك دكتور. شوف الحقيقة أنا طحت على كنز الدكتور إبراهيم الدخيل. أول شيء رجل إنسان مؤدب خلوق محب لأهل بالعرفج، محب لك ومحب لي، والحقيقة أنه مستودع وعدني، وحناخذ منه إن شاء الله 20-30 أغنية على المستقبل القادم، وتجارب عظيمة مع فنانين وفنانات على مستوى الوطن العربي. طبعا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدخيل من أهل الحسا، وأنت تعرف الحسا، ناصر الصالح، رابح صقر، رشد المجد، ولادة لا تنتهي. طبعا له علاقة قوية بجمعية الثقافة الفن، وهذا ما يخص إبراهيم، دكتور إبراهيم اللي أشكره. أصيل هميم، أنا وأنت كنا نتحاور قبل الحلقة، أنا أعتقد أنه أنا أضم صوتي لصوتك، لأنه الحقيقة صوتها وخامتها ممتازة جدا، يمكن حظها الإعلامي أقل من موهبتها بكثير، وأتمنى أنه فعلا الإعلام يعطيها حقها بما تستحق. الحقيقة أنه خامة صوت عراقية جميلة تراهن عليها وتضفي على أي أغنية نغنيها ذلك الحس الفني الرائع. أما الأمير خالد بن سعود الكبير، فأنا أحييه الحقيقة على نشاطه وعلى تغذيته الجميلة للساحة الفنية من خلال الكلمات الجميلة، وأيضا التشاور مع الملحنين والتشاور مع الفنانين. إن شاء الله يوم حنجيب أغنية ثانية ونعطيه حقه أكثر وأكثر، لأنه الحقيقة سمو الأمير خالد بن سعود الكبير يستحق أكثر من حلقة وأكثر من فكرة وأكثر من أغنية. شكرا لك دكتور، نشوفك الأربعاء القادم إن شاء الله. شكرا للدكتور أحمد العرفج. الأربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة. تصبحون على